ورحمة الله وبركاته، كيفكم يا كرام؟ كيف الحال والأحوال؟ يا رب تكونوا بخير. في البداية صديقي لا تنساني من اللايك والشير سبسكرايب في القناة لأول مرة حضرتك تشوفنا، ودعمنا بالانتساب للقناة أو من خلال ميزة التشكرات. اليوم إن شاء الله رب العالمين هنتكلم عن دائرة صهر المعادن القوية. دائرة صهر المعادن القوية الهاي باور ميتال ميلتنج سيركت، وهي دائرة كهربائية بتستخدم في عملية صهر المعادن وتحويلها من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة باستخدام تيار كهربائي عالي القدرة. بتتكون الدائرة الأساسية من محول اللي هو ترانسفورمر بيستخدم لرفع الجهد الكهربائي، وجسر تعويض ريكتيفاير بريدج بيستخدم لتحويل التيار المتردد الى تيار مستمر، ومكثفات كاباستورز تستخدم لتخزين الطاقة الكهربائية، وملف اندكتور يستخدم لتخزين الطاقة المغناطيسية، وترانزستورات ترانزستورز يستخدمون للتحكم في تدفق التيار الكهربائي، ومصهر اللي هو الفيوز يستخدم لحماية الدائرة من التيار الزائد. تعمل الدائرة عن طريق توصيل تيار كهربائي عالي القوة بين موصلين معدنيين ثويان على المعدن المراد صهره، مما يؤدي إلى توليد حرارة عالية تؤدي إلى صهر المعدن وتحويله إلى الحالة السائلة. تستخدم دوائر صهر المعادن القوية في مجالات مختلفة مثل صهر الفولاذ والألمنيوم والنحاس والزنك وغيرها من المعادن، وتتطلب هذه العملية درجات حرارة عالية وتيارات كهربائية عالية القوة لتحقيق الصهر بشكل فعال وسريع. ويتم تصميم دوائر صهر المعادن القوية لتحمل هذه الظروف القاسية وتوفير الأداء العالي والكفاءة العالية في عملية الصهر. أرجو أكون أفدت حضرتك بمعلومة النهاردة. لو حضرتك تفضل لايك وشير، أول مرة حضرتك شوفنا سبسكرايب في القناة، أشوفكم على خير. لايك وشير. كان معكم كالعادة عبد الروف عماد من قناة عبد الروف 89 على اليوتيوب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بص، هو الفيديو ده مش هيبقى طويل يعني كالعادة، بس احنا هنقول كلمتين سرعة كده عن التعليم التقليدي. التعليم التقليدي بيقصد بيه يا جماعة هو التعليم اللي احنا بنتعلمه العادي في المدرسة، اصحى من النوم روح المدرسة اتعلم لحد ما تخرج من الجامعة احصل على وظيفة. روبرت كيوساكي وهو مؤلف كتاب البور داد ريتش داد، الاب الغني الاب الفقير، وانصحك يا صديقي انك تسمع تقرأ الكتاب ده او تسمع ملخص عنه وعن على الساوند كلاود او اي حاجة بتقدم صوتيات. ما علينا، اهي معلومة مفيدة. الرجل ده دايما في لقاءاته بينتقد اسلوب التعليم، مش بينتقد التعليم نفسه، هو مفيد جدا الانسان يتعلم وكل حاجة والكلام ده كله. التعليم التقليدي انك تروح المدرسة تتعلم اشياء محددة، تتعلم امور، تدخل امتحان تمتحن وبعد كده تفرغ علشان تشحن باشياء جديدة. قد تستفيد بعض الاشياء ولكن ضئيله جدا، يعني مثلا في دول بتعمل اسكيب لخطوات معينه او مراحل معينه للطفل علشان يخش في اللي بعده، لكن التعليم وكانه كالمقص، عندي شويه حشائش في الارض بحاول اسويها كلها ببعض. طب في نجيله او حشيشه واحده بس كده طويله، لا اقصها عشان تتساوى بالايه بافرادها او باصحابها باقرانها، او في حشيشه قصيره ومحتاجه ان هي هنرعاها وهتطول مستقبليا، لا بانزل لمستواها، فهو كانه مقص. لازم يراعى موضوع ان ده حد ممكن يعمله سكيب الخطوات كتير، الولد ده اوفر كواليفايد، موهبته فظيعه شجاعه، خاصه انك لو تاملت فعلا في موضوع الوظائف الكف اللي بتدي مرتب ومكفيه الناس كويس جدا، كلها جت من حد مش من الوظيفه، يعني دايما خرجوا عن المألوف وعملوا الغير معتاد. تمام، يعني اتكلم عن اي حد، ستيف جوبز مش اصلا ما اتعلمش يعني ساب الجامعه، بيل جيتس نفس الوضع، مارك زكربيرج بتاع الفيسبوك يعني خد الدرجه الجامعيه بتاعته بعد ما انشا مشروع اصلا فيسبوك وخد الموضوع ده كرفاهيه. اي وظيفه اي حد بينجح فيها دايما تحس ان هي ما تلقاهاش في المدرسه او التعليم. التعليم التقليدي بدأ مع الثورة الصناعية، ان هو بعد ما الثورة اتعملت وبعد ما الصناعة اتعملت بدأوا ان هم يقولوا ان احنا هنعمل وظائف محددة وقوالب محددة، ان احنا عايزين مثلا نخلي مثلا كارير معين او مهنة معينة لشيء معين، عايزين مهندس، عايزين طبيب، عايزين مش عارف ايه، يعمل التسكية ديت او الحاجة دي. دايما بيقول لك من الحاجات المهمه اللي روبرت كيوساكي دايما بيقولها، بيقول اني انا دايما اي دونت كير، انا مش مهتم بحاجه زي كده، انا عملت كتير حاجات ما بحبهاش، اهم حاجه الهدف من الحاجه اللي انا بعملها دي. فانت لو شايف ان مثلا انت المذاكره دي حاجه ما بتحبهاش، ان العمل اللي انت بتقوم ده حاجه ما بتحبوش، بس هو سوري انت بتحب، محتاج احتياجاتك، انت محتاج احتياجاتك، انت لو عندك مسؤوليات او حاجه معينه مضطر ملتزم بيها كل شهر، فانت لازم تعمل حاجه اللي ما بتحبهاش دي. فلازم من سمات الناجحين دايما اللي هو موضوع الادابتنج، التكيف،
بيتكيف مع اي حاجة ومع اي وضع، وبينشئ الظروف اللي ممكن تخليه ينجح بطبيعة الحال. طيب ايه الحل في موضوع التعليم التقليدي؟ اتعلم، واي نوت، كده كده الشهادة بتاعتك موجودة، اتعلم. بس مع التعليم ده ربي عيالك، وادرك انت لو انت طالب حتى بتسمعني دلوقتي، من وقت قريب جدا او من بدري جدا او قبل ما يفوت الاوان، اعمل تعليم تكميلي، اتعلم مع الحاجة، مع المدرسة الحاجة المعينة اللي هي بتفوكسنج قوي تخليك تكر ومبدع، وبطبيعة الحال تنك دور واستمر في البحث عن موضوع الحاجة اللي انت بتحبها، الحاجة اللي انت هتؤدي فيها وخلاص. محدش فينا عارف بكرة في ايه، محدش فينا عارف متأكد انا رايح فين، كلنا بنجرب، كلنا بنجرب وكلنا ماشيين وكلنا مش متأكدين من اللي جاي ايه. بس القصة كلها بتصحى من النوم تشتغل، تعمل يعني ما بوسعك، وتحسن الظن بالله علها تأتي بأحسن مما تمنيت أو بأفضل مما تمنيت. فالقصة كلها اعمل تعليم تكميلي. أنا معايا مثلا الوظيفة الفلانية دلوقتي، يبقى مع الوظيفة دي حاجة تانية شغال عليها، ماي اون بيزنس اللي أنا شغال عليه. بتعلم دلوقتي، أتعلم حاجة، أشوف إيه المطلوب دلوقتي في الأسواق. فكرك يروح بطريقة معينة للشيء اللي أنت عاوزه، للشيء اللي أنت تستطيع في وقت ما انك تدر منه دخل، او تستطيع انك تكفي نفسك منه مستقبليا. دايما بتبدا من لا شيء، وكل البيزنس بتبدا، البيزنس مودلز، كل البيزنس مودلز بتبدا من لا شيء، تبدا من خطوه بسيطه، ولكن بطبيعه الحال تبدا ايه في وقت معين بتقدم كل حاجه وبتتعب في كل حاجه وبتعمل كل حاجه، وفي لحظه معينه بتلم النتائج مره واحده. يعني مثلا تلاقي نفسك مفيش حاجة دلوقتي، بس مرة واحدة بتلاقي النتائج بتظهر معاك، مرة واحدة بتبدأ تحصد النتائج مرة واحدة. دايما بيقولوا ان الشغف ما بيأكلش عيش، بس انت ممكن تحول الشغف بتاعك ده لفلوس. يعني لو شغفك او الحاجة اللي انت بتحبها مش بتجيب لك فلوس، فانت بطبيعة الحال محتاج تعمل الحاجة دي في وقت فراغك. يعني ده عادي، ده لان انت مش مثلا لو انت عندك التزامات او متزوج، فانت مش هتاكل عيالك سندوتشات شغف بالجبنه اخر الشهر. عندك اقساط، مش هتروح تقول للراجل اللي عليك ليه قسط، والله اتفضل حته شغف. نو no. محدش بيعترف بالكلام ده. احنا اصلا دلوقتي العالم كله عالم مادي، عالم مادي بيعترف بالماديات، والناس دلوقتي ما بقتش تقبل بالعادي. يعني كان زمان مثلا ابويا وابوك وجد وجدتك عادي، يعني بيت عايشين، مرتب جاي، العيال تتعلم، دي الحياه، دي الحياه العاديه. دلوقتي الناس بتدور على الاكستريم، اقصى حاجه. مش معنى بنت خالتي عندها وانا ما عنديش، معنى ابن مش عارف مين عنده وانا ما عنديش، ده لا لا، ده احنا لازم نعمل مش عارف ايه عشان نعمل مش عارف ايه عشان العيال ما يبصوش لحد. فدايما الحياه مهيبره، في هايبر على طول، اكستريم 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 اكستريم، بندور 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 على ايه؟ اي دونت نو. يعني زي ما بقول لك، اعمل تعليم تكميلي، اشتغل واعمل اللي عليك.